احكي لنا واش درت مع رمضان. صافا الحمد لله سمارش. احكي لنا من اي ولايه؟ ولايه تبسه. تبسه الله يبارك، تبسه خيار الناس، يبارك فيك الله يعزك. احكي لنا واش درت مع رمضان اليوم؟ خدام. صافا الحمد لله، خير مع الخدمه ولا باس الحمد لله. الحمد لله. بون راح نعطيك سؤال تخمم 30 ثانيه وتجاوبنا، اذا جاوبت عليه راح تفوز معنا بجائزه بروتيليس. نعطيك سؤال. أوكي. السؤال يقول: من هو اول شخص قام بادخال عباده الاصنام؟ إبليس. إجابة خاطئة. عاود فكر. أول شخص قام بإدخال عبادة الأصنام. لا أول مرة يفوت عليا السؤال. لا هذه إجابة. زيد عاود خمم، مازال لك فرصة أخيرة قادر تجاوب عليها. فكري تقي عبد ولاتي والعزة هكذا، أقدر نسهل لك شكون، نقرب لك هكذا باش تعرف. ساعد. لا ما عنديش معلوم. اشكرك بزاف على المحاوله، كانت محاوله بزاف مليحه. في محاوله اخرى ان شاء الله وجهنا كلمه للجمهور والشعب الجزائري، وجهنا كلمه للشعب الجزائري بمناسبه رمضان. نقول لكم صحه رمضانكم، كل عام وانتم بخير، وان شاء الله يتعاد علينا بالصحه والهنا. هذا البرنامج برعايه شركه بروتيليس لمواد التجميل. بروتيليس، الجمال للكل. زيرتيب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.